السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن عالم الملائكة. أولا، نحمد الله تعالى أن وفقنا وإياكم لصيام رمضان وقيام لياليه، ووفقنا لتلاوة القرآن العظيم، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر، هذه الليلة المعظمة المباركة التي أنزل فيها ربنا عز وجل القرآن على العباد. وهذه الليلة من خصائصها أن الله تعالى يرسل فيها الملائكة. انتظروا أيها الأحباب الكرام، هذه الأيام هناك ظاهرة عظيمة جليلة قل من ينتبه إليها من أهل الإيمان، وهي نزول الملائكة إلى الأرض تختلط بالبشر. قال فيها ربنا عز وجل عن ليلة القدر: تتنزل فيها الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ينزل جبرائيل عليه السلام في كوكبة من الملائكة، يغزون الكوكب الأرضي، يسلمون على كل من يصلي، كان ساجدا أو راكعا أو قائما أو يذكر الله. وهذه الملائكة تتعرف على العباد، ومنها من يبقى معنا مدة طويلة. فتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام في حلقة هذا اليوم نتعرف عن عالم الملائكة. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أدوارهم؟ ولماذا خلقهم المولى جل علاه؟ يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ربنا يحمد نفسه الطاهرة العلية بأنه فاطر السماوات والأرض، أي منشئهما، يعني أنه لم يكن هناك لا سماوات ولا أراضين ولا وجود، كان هناك العدم. فربنا عز وجل بكن فيكون خلق السماوات والأرض، فاطرها أي خالقها مبدعها على غير عادة. وجاعل الملائكة رسلا، فالملائكة هم رسل، ربنا عز وجل يصطفيهم ثم يكلفهم بمهام. أولي أجنحة، من صفات هذه الملائكة عندها أجنحة تطير بها فتسرع بتنفيذ ما أمرت به، وسرعتها فوق الضوء فوق الخيال. أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي من الملائكة من له جناحان ومن له ثلاثة ومنهم أربع بحسب ما اقتضت حكمة الله تعالى. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل ليلة الإسراء والمعراج وله 600 جناح، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. لهذا قال الله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، أي يزيد بعض مخلوقاته على بعض في صفة خلقتها، وفي القوة وفي الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودة وفي عدد أشياء كثيرة. إن الله على كل شيء قدير، فقدرته تعالى هي تدل على عظمته وعلى جلاله. الملائكة أيها الأحباب الكرام هم مخلوقات نورانية لا تأكل ولا تشرب ولا تنام. تصور مخلوق نوراني، لأن الجان خلق من مارج من نار، وبني آدم خلقوا من التراب، من الحمأ المسنون، من الطين، لكن الملائكة خلقت من النور، وهي لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتناكح ولا تتناسل
ولا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة ولا بالشهوة، هم مخلوقات من قبس من نور الله عز وجل، خلقهم الله عز وجل وجعلهم منزهون عن الأعراض البشرية من نوم وأكل وشرب وتعب، وهم سبحانك يا جليل معصومون من الخطأ، لا يرتكبون ذنبا ولا معصية منذ أن خلقهم الله وأمرهم بما يفعلون، هم ينفذون ولا يجادلون ولا يناقشون، فقط ينفذون، كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم مطيعون لأوامر الله، وظيفتهم الأساسية هي عبادته جل علاه وتسبيحه والقيام بأوامره دون أن يصيبهم تعب أو فتور، كما قال الله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يشعرون بالتعب، كل وقتهم ذكر وكل وقتهم عمل. هؤلاء الملائكة حينما يأمرهم المولى عز وجل يأتون إليه ويقفون بين يديه صفوفا متراصة كما يفعل المصلون، حتى إن الله تعالى أقسم بهم فقال: والصافات صفا. والصافات صفا يعني هم الملائكة الذين يصطفون صفوفا أمام هيبة الإله ذو الجلال والإكرام. لهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة لما يرى الناس أعداد كبيرة وهم مختلفون يقول لهم: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربهم؟ فقلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يقيمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. وهؤلاء الملائكة من صفاتهم أنهم شديدي الخشية لله رب العالمين، كما قال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون. وهم من خشيته مشفقون، وخشيتهم له هو إجلال وإعظام، لأنهم يعلمون أن أحدا لا يقدر الله قدره. قال صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: ما عبدناك حق عبادتك يا ربنا إلا أننا لا نشرك بك شيئا. تصور، هؤلاء الملائكة لا يموتون منذ أن خلقهم الله قبل الجن وقبل الإنس، وهم أعدادهم لا تعد ولا تحصى، أضعاف مضاعفة للبشر والجن، وهم كتر، ما في موضع قدم في السماوات السبع ولا موقع شبر ولا كف إلا فيه ملك ساجد أو راكع، كل وقتهم عبادة. ومع هذا يقولون يوم القيامة: يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء الملائكة عندهم وظائف متعددة كل مختص بعمل معين، ونفهم ذلك من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول في دعائه. سيدنا النبي لما يكون بصفة القاضي، لما يكون بكونه قاضيا يحكم بين الناس بين المتخاصمين في جلسة القضاء، كان دوما يبدأ بهذا الدعاء، يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالشاهد عندنا أن سيدنا النبي يدعو الله تعالى ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يعني يذكر هذه الصفات ذات الجلال والإكرام. جبرائيل من هو؟ هو أفضل الملائكة، ووظيفته أن الله تعالى خصه بالسفارة بينه وبين رسله، هو السفير، السفير الذي يجعله الله تعالى بينه وبين الأنبياء والمرسلين، وكان يكلف بإنزال الوحي إليهم ويعلمهم، هو المعلم، هو الأستاذ، هو الفيلسوف، هو صاحب العلم النوراني. أما ميكائيل عليه السلام
فإنه ملك مكلف بإنزال المطر من السماء وإنبات النبات في الأرض ليقتات إنسان والبهائم برحمة الله، يعني هو المكلف بالإطعام. لاحظوا بأن أيها الأحباب الكرام، المكلف بالتعليم والتربية والتوجيه هو جبرائيل، وزير سفير للتربية والتعليم والتوجيه. ميكائيل هو وزير مكلف بالفلاحة والزراعة والعناية بالبهائم وبالخضروات والنباتات والأمطار والمياه. يعني نحن في ضمان الله، نحن لا نخاف من أزمة اقتصادية ولا أزمة فلاحية ولا أزمة كذا، لأن ربنا هو المكلف وربنا قادر على كل شيء. وكلف هؤلاء الأنبياء، كلفهم هؤلاء الملائكة، كلفهم بهذه الأمور. إسرافيل هو مكلف بالنفخ في الصور يوم القيامة، وهو يأذن بنهاية الحياة على الأرض وبداية فصل جديد من الحياة في عالم الغيب. إسرافيل وكأنه وزير الحرب، وزير الأمن العام، يحفظ الأمن العام، يعني هذه كأنها حكومة ربانية في السماء. ثم هناك أيضا ملائكة وآخرون، هناك حملة العرش، هم أعظم الملائكة. حملة العرش يعني أنهم أمام عرش الرحمن، كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء لما كلفهم الله بمهمة حمل العرش تهيبوا وعجزوا، فقالوا: يا ربنا إن العرش عظيم وكبير وجليل، ونحن ليست لنا قدرة على ذلك. فقال لهم الله عز وجل: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله تعالى. فلما قالوا هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حملوا العرش بكل بساطة. قيل أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وأمر الملائكة بأن يسجدوا لآدم، استثنى الله تعالى هؤلاء الثمانية من الملائكة، فقال بعضهم لبعض: إن الله تعالى قد أعفانا من السجود لآدم لأننا مكلفون بمهمة، ربنا محتاج إلينا لنحمل هذا العرش. فلما علم الله تعالى مقالتهم قال: إذن اتركوا العرش، اتركوه. فلما أرادوا تركه تهاووا وتساقطوا فتمسكوا بالعرش، فعلموا حينئذ أن العرش يحملهم لا هم يحملونه. لا ينبغي أن يفهم من هذا أيها الأحباب الكرام أن الله تعالى محتاج إلى الملائكة ليقدموا له خدمات. الله قدير، الألوهية، مقام الألوهية، مقام الربوبية لك أن تتخيلها، فهي شيء عظيم. ما قدر الله قدره، الله قادر على كل شيء، يفعل كل شيء، وإنما ربك أراد أن يسند بعض المهام لبعض المخلوقات ويعطيهم قيمة فقط، وإلا فالله قادر على كل شيء. فهم يحملون عرش ربك، ولكن علموا فيما بعد أن العرش يحملهم لا هم يحملونه. هؤلاء الملائكة الذين لما وقعوا في هذا الخطأ صاروا أكثر عبادة وأكثر أكثر 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 خشوع وأكثر تسبيح لله، وتضاعفت مهامهم، وأصبحوا يكثرون من الاستغفار لهم ولمن في الأرض من المؤمنين، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. من ذلك الوقت صار هؤلاء الملائكة يعرفون عظمة الله، لأن ظن بعضهم أن الله محتاج إليهم وحينما كلفهم ببعض المهام، فالله غني عن العالمين، أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون. هؤلاء الملائكة أيضا يساعدهم ملائكة آخرون سياحون في الأرض، يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم سلام أمته وصلتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله في الأرض ملائكة سياحون يبلغون عن أمة السلام. إن لله في الأرض سياحون من الملائكة يبلغون عن أمة السلام. هؤلاء الملائكة أيها الأحباب الكرام أنواع وأشكال.
من بينهم هناك الحفظة. الحفظة عملهم أنهم يحفظون الإنسان ويحمونه من المصائب والعاهات والنوازل، كما قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين. يعني هم عبارة عن رجال أمن من الملائكة يحفظون كل مؤمن خلقه الله. أنت أيها الإنسان لما تنام أنت محفوظ بحفظ الله، وأنت لما تذهب إلى عملك في الطريق أنت محفوظ بحفظ الله، وأنت لما تترك أهلك وأولادك وحدهم هم محفوظون بإذن الله، وأنت عندك أموال وعندك ممتلكات هي محفوظة بأمر الله. رغم أن هناك في الدنيا رجال أمن وهناك كاميرات مراقبة وهناك إجراءات وروتينيات، ولكن الحفظ الحقيقي من الله. وإن عليكم لحافظين، أي موكلون بحفظ العبد المؤمن من الجان والشيطان والوهم والهوام، كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله، وهذه صفة للمؤمنين. المؤمن لا يخاف، من صفات المؤمن أنه لا يخاف قطعا إلا من الله جل علا، لأنه يشعر بالأمان. إذا نام لا يخاف لا من الجن ولا من الشيطان ولا من الهوام، لأنه محفوظ، ربك دار له الحفظة. وإذا سافر وترك ممتلكاته وأهله وأولاده يعلم بأنهم في أمان، لأن ربي دار له الحفظة. وإن عليكم لحافظين. وهناك الكرام الكاتبون، هؤلاء يقومون بكتابة أعمال البشر وإحصائها عليهم، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هؤلاء الكاتبون هم يكتبون عنك كل شيء، أي عمل قمت به، أي كلمة نطقت بها، أي فعل قمت به يكتبونه لك عليك. يعني بحال ضباط الكتابة ديال الضبط، كتابة الضبط عند القاضي، هناك كاتب الضبط يكتب كل الكلام الذي ينطق به الإنسان. لكن من صفاتهم كما قال تعالى: كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ماذا يكتبون؟ يكتبون فقط ما فيه الخير، الذي هو عن اليمين يكتب ما فيه الخير. إذا قمت بعمل فيه الخير أو قلت كلام فيه الخير، يقول هذه حسنة، إلى 10 حسنات، إلى 70 حسنة، إلى ما لا نهاية، ويكتبونها ويبعثونها فاليدي تتمشي ديك الساعة. أما إذا كان العمل ديال الإنسان سيء أو كان فيه إثم فإنه لا يكتبها، وإنما يقولون: لعله يستغفر، لعله يستغفر، لعله يتوب. فإذا جاء الليل قبل أن ينام ثم قال العبد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، محوا كل ما كتبوا من السيئات وأرسلوا فقط ما عملوا من الحسنات. هذا معناه كراما كاتبين، أن فيهم الكرم، يكتبون فقط الخير وينتظرون منك التوبة والاستغفار. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هؤلاء الكرام الكاتبون. ثم هناك من الملائكة أيضا مخلوقات كثيرة جدا للغاية. هناك ملك مخيف، مخيف هو ملك الموت، لقال فيه الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت فتوفته رسلنا وهم لا يفرطون. هذا ملك سيزورنا يوما ما، يزور العباد. وقبله هناك ملك قد زارنا في بطون أمهاتنا، وهو الملك الموكل بنفخ الروح. هذا الملك احنا شفناه كاملين، لكن كنا بقى صغار، كنا مازال أجنة، عقلنا لم يتكون بعد. لما كنا أجنة في بطون أمهاتنا، لما كنا نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم ربنا خلق العظام فكسى العظام لحمة، ثم ربنا بعث الملائكة لينفخوا في الروح. هؤلاء الملائكة هم الذين يسجلون عقد الولادة للمولود ويحددون تحديد مسار حياته. قال في النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا. لما يكون في الجنين في بطن أمه الملك يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فيتكون الجنين ويتخلق ويتطور مرحلة مرحلة مرحلة.
فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقا، ربي بغى يكون خلق باش يكون واحد من العباد، قال الملك يا رب ذكرا أم أنثى؟ فيقول الله عز وجل إما ذكر وإما أنثى، يتشكل يعطي أعضاء تناسلية. ويقول الملك أي ربي شقي أو سعيد؟ فيعلم الله مصيره، هل هو من أهل السعادة أم هو من أهل الشقاء، فيكتب. ثم يقول يا ربي ما رزقه؟ فربنا يقدر له الرزق محدد ويكتب. ثم يقول يا ربي ما أجله؟ فيحدد له الله الأجل بالساعة والثانية والدقيقة والجزء من المئة، فيكتب كل ذلك في بطن الأم. هذا الملك يسمى الملك الموكل بنفخ الروح في الأجنة. وهناك الملك الذي سوف يزورنا مهما امتد العمر بنا، هو ملك الموت الذي هو مكلف وموكل بقبض الأرواح، وعنده مساعدين يقومون بتغسيل الروح وتكفينها ورفعها إلى البرزخ كي تدفن، لأن الناس أقارب الميت يقومون بغسل الجثة وبوضع الكفن ثم يدفنونها، لكن الروح يأمر ملك الموت بقبضها ثم بتغسيلها وتكفينها ورفعها إلى البرزخ. وربنا عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهذا الملك له أعوان من الملائكة تسمى ملائكة الرحمة، ومعه ملائكة العذاب أيضا والعياذ بالله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا ما يفعله ملك الموت وأعوانه، قال صلى الله عليه وسلم عندما يحضر الموت للعبد، عندما يحتضر ويريد أن يموت، قال إن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن وجوههم الشمس فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة الطيبة أخرجي إلى رحمة الله، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ويبقى هكذا حتى تخرج الروح الطيبة، يغسلونها ويكفنونها. أما إذا كان كافرا ماذا يقول له؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله وغضب الله، نسأل الله السلام والعافية. هذا معنى قوله ربنا عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وطبعا بعد البعث والنشور هناك ملائكة آخرون، من أعظمهم ملك اسمه رضوان. رضوان من هو؟ رضوان عليه السلام هو خازن أبواب الجنة، وهو رئيس الخدم الذي يعطيهم التوجيهات. ربنا عز وجل أعد جنة عرضها السماوات والأرض للعباد المؤمنين، يدخلونها بسلام آمنين، ويستقبلهم رضوان، هو رئيس الجند والخدم في الجنة، هو الذي يعني بحال قلت يعني ريستوراسيون، واحد المطعم كبير جدا الذي يقوم بتقديم الطعام والشراب والخدمات والإقامة والأتات، يعني كل ما يظنه الإنسان رضوان هذا هو زعيم ورئيس الخدم. والخدم هم أشكال وألوان وأعدادهم كثيرة جدا، يقومون أطلب ما تشاء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولدينا مزيد، أطلب ما تشاء تقول يا رضوان أريد كذا يعطيك، كما قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أنت كتدخل القصر ديالك العظيم كتلقى الملائكة من كل باب، لأن قصرك فيه 70 جناح، في كل جناح 70 غرفة، في كل غرفة 70 من الخدم والحشم. الملائكة يدخلوا عندك أطلب ما تشاء، هادو مكلفين بالإطعام، هادو بالغسيل، هادو بالنظافة، هادو بالغناء والطرب، كل واحد ما تشاء. هؤلاء الخدم من الملائكة لا يحصى عددهم، وجاء في الحديث أن ما من أهل الجنة من أحد إلا ويسعى عليه 1000 خادم، كل خادم يقوم بعمل لا يقوم به صاحبه.
وهؤلاء الملائكة اللي مع رضوان ربنا خلقهم في آية من الجمال والأناقة والطيب، عطاهم الله واحد الجمال جميل جدا، كله في خدمتك، يعني هما خدام ديولك، يعني ما غتخلصهم ما غتدير معاهم إجراءات، وربي خلقهم من أجلك جمال وصورة عظيمة وأناقة وطيب يخدمونك. يعني المرأة اللي كتخدم في الكوزينة نهار كامل وكتشكى، الرجل كيخدم في العمل نهار كامل وكيتعب، وليدات اللي كيقراو في المدرسة وكياخذ القول المشقة، كل هذا سوف ينتهي، ما في نصب ما في تعب، هناك النعيم وهناك من يسعى على خدمتك، وكأنك من أعظم سلاطين العالم، كما قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هم في غاية من الجمال وغاية من الأناقة وغاية من الطيب. هذا هؤلاء هم الملائكة اللي مع الملك العظيم اسمه رضوان، خازن أبواب الجنة ورئيس الخدم. بالمقابل هناك ملك آخر اسمه الزبانية، مالك اللي عنده الزبانية، وهؤلاء يقومون بشؤون النار وأهلها، رئيسهم ومالك خازن النار. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. مالك هو خازن النار، واللي في جهنم ملي غيتعذبوا غادي يبقى يطلبوا منه، هو يقول لي اطلب من ربك، اطلب منه غادي يقضي علينا، احنا بغينا غادي يقفلنا نموتوا باش نبقوا حيين، باش هذا العذاب خالد، هذا العذاب امتى غينتهي؟ خالد صعب جدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. للاسف الاخره فيها الخلود الابدي، اهل الجنه عندهم الخلود الابدي، واهل النار عندهم الخلود الابدي، ماكثون الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله. هؤلاء الزبانيه اللي مع مالك هم عددهم 19 ملكا، وهم عظام في شكلهم. ربنا عز وجل يقول عن المجرمين: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يعني كيتكلم عن المشركين والكافرين الذين يؤذون أهل الإيمان ويحاربون الإيمان والدين، قال مصيرهم أنهم بعد الموت والبعث والنشور سيصلون سقر. سقر ما هي سقر؟ قال لك: وما أدراك ما سقر، لا يمكن أن تتخيل ما معنى هذا السقر، هو مقام في النار والعياذ بالله. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، كتدورهم بحال الفرفارة وكتلوحهم. عليها 19 من الملائكة زبانية عظام، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء مخيفون في شكلهم من شدة الهول، قال عنهم الله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليها ملائكة غلاظ شداد، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك الملائكة هم كثر، من بينهم هناك واحد نوع من الملائكة المختصين بالحرب. دابا احنا في الدنيا كاين حروب بين البشر، وهؤلاء الملائكة ربي عز وجل جعلهم يحفظوا المؤمنين في ما كانت شي حرب دولية ولا إقليمية، كيكونوا فيها واحد الأبرياء من أهل الإيمان وأهل اليقين، ما عندهم لا قوة ولا جهد، هؤلاء ربنا يطمنهم: ما تخافوش راه معكم واحد الجنود ديال الله تعالى من الملائكة مختصين بالنصر والتأييد للمستضعفين في الأرض. ومن بينهم تعرفنا عليهم في حلقات سابقة، لما اشتد الأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم من طرف المشركين وظلموه ظلما عظيما، وبدأ يستغيث الله تعالى. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فيها فإذا جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شئت في قومك. فناداني ملك الجبال فسلم علي، فردت عليه السلام، ثم قال: يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين. فقال النبي الكريم: لا يا ملك الجبال، بل أرجو الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده
ولا يشرك به شيئا، وظل يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هؤلاء الملائكة ديال الحرب ديال النصر وديال التأييد، يعني المؤمنين إذا كانوا في ضيق راه ماشي وحدهم، معهم الملائكة. وتعرفنا في غزوة بدر الكبرى التي مرت في 17 من رمضان كيف أن الله تعالى بعث كوكب من الملائكة لنصرة المؤمنين، لما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إلى أن قال يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، المدد الإلهي. فالمؤمن هو لا يخاف الجوع ولا يخاف العطش ولا يخاف غلاء الأسعار، ربي دار الملك اللي هو يا غادي يكون دائما كيجيب لنا الطعام والشراب، وغادي يكون دائما ربنا سبحانه وتعالى كلفه بالطعام ديال البشر، هو ميكائيل. وربنا عز وجل العلم اللدني، العلم الرباني موجود، كلف الله به جبرائيل عليه السلام. وعند الظلم لا قدر الله ربي خلق ملائكة اللي هم يقوموا بالدفاع عن المؤمنين. وهكذا الملائكة عندهم أعمال كثيرة، من بين الأعمال وأهمها كين هناك ملائكة خلقهم الله عز وجل، دورهم أنهم يصلون على النبي. ملائكة دورهم يصلون على النبي، لماذا؟ لأن سيدنا النبي محمد هو النموذج الأكمل الأمثل، يعني البشر اللي خلقوا الله تعالى وربي جعل قلبه أطهر القلوب وأصفاها وكلفه بالرسالة وابتلاه الله كل الابتلاءات، أعطاه الله اليتم والفقر وضاق الظلم وضاق الاعتداء وضاق طلاق بناته وضاق اتهام عرض نسائه ومات له أولاده، وكل المصائب وقعت للنبي الكريم، وتعرض للسحر وتعرض للسم كل شيء، وكان قوي العبادة، يقوم الليل يصوم النهار ويجاهد بالحق جهاده ويصنع بالدعوة. فربنا قال ما أعظم هذا النبي، ثم جعل ملائكة يصلون عليه إلى ما لا نهاية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واحد صنف من الملائكة دورهم فقط وهو أنه يصلون على النبي. ثم هناك ملائكة آخرون ما هو دورهم؟ هم أنهم يبلغون الرسول صلى الله عليه وسلم السلام. إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغون من أمة السلام. ثم هناك ملائكة تصلي على من يصلي على النبي، تصور هناك ملائكة تصلي على من يصلي على النبي. قال صلى الله عليه وسلم الحديث أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. ويبدأ الملائكة يصلون عليك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه ملائكة دورها أن تستغفر للمؤمنين وتصلي على العباد الصالحين، كلما درت عمل صالح تصلي لك وتستغفر لك، وكلما صليت على النبي الكريم هي تصلي عليك، وكلما جلست في المسجد تذكر الله تعالى تستغفر لك وتصلي عليك. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي أحدا. هذا خاص بالمؤمنين الصالحين. ثم هناك ملائكة دورهم أنهم يدعون للمؤمنين ويستغفرون لهم. الذين يحملون العرش من حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ما شاء الله، هاد الملائكة هادو الدور ديالهم فيهم الرحمة وفيهم العطفة، كيدعيهم على المؤمنين. أنت غافل وأنت
لا تستغفر وأنت بعيد عن الدين، والله تعالى بغاك تكون مؤمن، اجعل هاد الملائكة هم يدعون لك، أنت ما عندك أولاد ما عندك عمل صالح، هاد الملائكة معك يدعون لك ويستغفرون لك، ويستغفرون للذين آمنوا، إلى أن قال فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وكيطلبوا من الله تعالى يدخلك الجنة، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. يقول يا رب دخل هو ودخل معه الزوجة دياله ودخل معه الأولاد دياله ودخل معه والدي وأحبابه وخوته. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم. وكيقول يا ربي هذا غيقع في السيئات، ومع ذلك اغفر له وقيه السيئات، وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، هؤلاء الملائكة ربي عز وجل كلفهم بهذا العمل، والمؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا واستقام على ذلك، الملائكة يدعون له. صور انت جالس وكل نهار كل ساعة كل دقيقة كيدعو لك الملائكة وكيقولوا لك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. تصور المؤمن من صفته أنه ما عندوش الخوف، المؤمن ما عندوش الحزن، اللي كان فينا عنده الخوف وعنده الحزن يعني خصو يراجع الإيمان دياله ويستغفر الله تعالى، أحسن دواء لا يحتاج إلى أطباء ولا إلى رقاة وإلى معالجين، خصو غير يزيد في الإيمان دياله وزيد في الاستغفار، ما غيبقاش عنده لا خوف ولا حزن، وتكون عنده البشارة. من صفات المؤمن أنه لا يستاء وأنه لا يتدمر، قد يقع له لحظات معينة لأنه بشر ناقص، ولكن بقوة الإيمان وعدي الملائكة المؤمن ما عندهش الخوف في القلب دياله، وما عندهش الحزن في النفس دياله، وديما مبشور ديما الحمد لله غدا غادي يكون أحسن، ما يخافش من أزمة اقتصادية أو أزمة عالمية أو حرب عالمية ثالثة أو دمار أو شامل، هذا كله كلام لا يؤمن به، عارف بأن غدا غادي يكون الخير، غادي يكون السلم، وغادي يكون الأمان، وغادي يكون إن شاء الله تعالى الراحة، وغادي يكون الوفرة في الخيرات، وغيكون أولادنا أحسن منا، وغادي يكون أحفادنا خيرا منا، وغيكون إن شاء الله المستقبل إلى الأمام. علاش؟ لأن الملائكة معهم دائما يقولوا الدعاء، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 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 بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا خير كبير ينتظر أهل الإيمان والملائكة. وكين ملائكة آخرين خاصين بأهل الإحسان، اللي كيتصدق صدقة واللي كيمسك الصدقة، اللي كيعطي الصدقات وكيوسع على العباد، ربي يجعل واحد الملائكة ينزلان كل يوم كل صباح وكل مساء، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. أنت كتصدق هو كيقول لك الله يخلف عليك الله يخلف عليك الله يخلف عليك بالعشرات بالمئات بالألوف بالملايين. وكين ملك تانيك يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. داك اللي كيجمع المال وكيخبيه وما يرحمش به الآخرين يقول يا ربي أتلفوا عليه، ما يتصرفش فيه والعياذ بالله. كذلك هنا ملائكة آخرون يكونوا نهار الجمعة، نهار الجمعة ملي كيبغي الإمام يصلي بالناس كيوقفوا مع أبواب المساجد ويكتبون الأول فالأول، يكتبوا شكون اللي جا الأول اللي بكر بالجمعة، اللي كيجي الأول كيعطوه جمل، اللي كيعطوه اللي كيجي الثاني كيعطوه مقدار بقرة، اللي كيجي الثالث كيعطوه مقدار كبش أقرن أملح، اللي كيجي الرابع كيعطوه مقدار دجاجة، اللي كيجي الخامس كيعطوه البيضة، الأول فالأول. فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، هذو كيكونوا في الباب ديال الجامع، نهار الجمعة دخل الجامع عربي أن نرى الملائكة على الباب راهم كيسجلوا الأول فالأول يكتبون. ثم هناك ملائكة معنا كل صلاة، كل صلاة ملي كيقراو الفاتحة
يقول الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا النبي قال: قولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أعظم عطاء، أعظم عطاء، يعني كل يوم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. خصك باش يغفر لك الله الذنب خصك تصوم رمضان كله. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا بغيت تغفر لي الذنب خصو يمشي للحج، خصو القرعة وخصو الفيزا وخصو المصاريف والطيارة والسفر وشهر ديال العمل. عاد خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. لكن هنا هذه كرامة، من صلى صلاة العادية الفريضة ومع الإمام، والإمام كيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت كتقول آمين. قال صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كرامة والرحمة لله تعالى. وفي رواية أخرى: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إحنا عندنا واحد فرصة كل صلاة 5 صلوات في اليوم ربنا يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. غتلقى الحسنات يوم القيامة، غتجي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، غتلقى كله الحسنات والسيئات ما كيناش. علاش؟ لأنك كنت مواظبا على الصلاة ومع الجماعة. ثم هناك ملائكة اللي كيحضروا في مجالس الذكر، مجالس الذكر هذا ما نقوم به الآن في المذياع في هذا البرنامج، هذا يسمى مجلس ذكر. كاين ملائكة خاصين كيقلبوا على المجالس الذكر، يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس القرآن الكريم ومجالس العلم والفقه ومجالس التسبيح والتحميد والتهليل ومجالس الاستغفار والدعاء، فيحضرونها، يحضرون هذه المجالس ويستغفرون للحاضرين. انت جالس وما كيستغفروا لك وما خدامين من أجلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجاتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول ربي هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك يا رب العالمين، فيقول الله تعالى وكيف لو رأوني؟ فيقولون يا ربنا لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فيقول ماذا يسألوني؟ قال يسألونك الجنة، فيقول هل رأوها؟ يقول لا يا رب لم يروها. فيقول وكيف إذا رأوها؟ يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول مما يتعودون؟ قالوا يتعودون من النار. قال ها وهد رأوها؟ قالوا لا يا ربي لم يروها. قال كيف لو رأوها؟ يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. أي جلسة ديال الذكر فيها القرآن الكريم فيها السنة النبوية فيها الفقه الديني فيها الذكر، أي جلسة كيجوا لها الملائكة وكتكون معهم وربي كيغفر لك كل شيء الذنوب. ديك الجلسة ديالك كيغفر فيها الله الذنوب كلها. وحتى اللي جا ماشي لأجل الذكر، جاء لحاجة من الحاجات، حتى هو كيعطي الله هذه النعمة. ثم ربنا عز وجل يباهي الملائكة بعباده الذاكرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج على حلقة من حلقات أصحابه يجلسون، قالوا ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله إحنا الفقراء جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا من الإيمان. تصور الصحابة الفقراء جالسين فرحانين مستبشرين ويتذاكرون، ماذا جمعكم؟ واش عندهم نقابة، عندهم حزب سياسي، عندهم مشروع اقتصادي، عندهم شي تخطيط؟ قالوا لا، نحن جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا من الإيمان. هذه كرامة كان حمد الله تعالى. فقال النبي الكريم آه الله
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني بأن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله تعالى يباهي بكم الملائكة، وهذه الملائكة تحف الذين يتلون كتاب الله. لكي قرأ القرآن الكريم الملائكة يحفونه. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده. ولكي قرأ العلم الشرعي، لكي قرأ العلم الرباني، هذا كيعطي الله واحد الكرامة، واحد الوسام عظيم، وهو أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. هو غادي في الطريق والملائكة تفرش أجنحتها للأرض التي يسير عليها، وإذا جلس طالب العلم باش يقرأ العلم الملائكة كتفرش ليه الأجنحة ديالها اللي هي أكرم من الحرير، تبسط أجنحتها تكريما له ورضا بما يصنع. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريق للجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، رضا لطالب العلم. فعلينا أن نحرص على طلب العلم. ثم الذي يعلم الناس الخير، إذا كان شيء واحد من العباد دوره يعلم الناس الخير، هذا ربي جعل الملائكة يصلون عليه. كان واحد صنف من الملائكة من الأنوار الأخيار دورهم يصلون على من يعلم الناس الخير. قال صلى الله عليه وسلم: رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلم الناس الخير. كل من يعلم الناس الخير ربي يجعل الملائكة في السماء والأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الطيور في سمائها، حتى الحيتان في بحرها، حتى الدواب في 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 البرية، يصلون على معلمي الناس الخير. يعني يكون واحد من هؤلاء أنك تعلم الناس مبادئ الخير ومبادئ الرحمة. ثم كاين ملائكة اللي هما كيدعيو، شو واحد كيدعي مع واحد آخر، هما كيدعيو معك أنت كيأمنوا لك. دعيتي مع واحد الإنسان دعوة ديال الخير، درتيها لله، ربي عز وجل جعل ملائكة يؤمنون على دعوتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين، ولك بالمثل، ولك بالمثل، أي بمثل ما دعوت لأخيك. والملائكة تؤمن على الدعاء عند المريض والمحتضر لشرف على الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. زرت واحد المريض أو ميت عندك تقول ربي انتقم منه، كان سيء، كان ضال، ربي أعطاه علامة، إياك تقول هذا الكلام، لأن الملائكة يؤمنون. اللي قلتك يكتبوها، قولوا خيرا، قل غفر الله لنا ولك وجعله طهور بإذن الله، وربي يتيبك الجنة، فيكتب الملائكة ذلك في صحيفة أعمالهم. أما الصفات كثيرة عن الملائكة، وربما الوقت قد أدركنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى، وإحنا في هذه الأيام المعظمة من رمضان في العشر الأواخر، وإحنا على أبواب ليلة القدر الكبرى اللي قال فيها سيدنا النبي: التمسوها في العشر الأواخر الوترية. راه هذه الأيام غيكون واحد النزول عظيم وكبير ديال الملائكة في السماء. بغيتكم أيها الأحباب الكرام أنكم تستعدون لهذه الأيام، الإنسان يتطهر، أنه يغتسل ويتنظف ويلبس أجود ثيابه ويدير العطر ويبخر الدار، يدير فيها البخور، يدير فيها العود، يدير المسك، يدير يشعل التلفزيون، يدير فيه الأمداح النبوية، يشعل الراديو فيه الأمداح النبوية، يدير أفراح لأنه يستقبل هذه الملائكة، وأنه يحرص على أنه لا يؤذي أحد، وأنه لا يقول إلا خيرا، وأنه لا يقول إلا الكلام الطيب، وأنه يتعامل مع العائلة والأحباب بالتسامح والعطف والحنان. وسوف ترى العجائب، ترى عجائب رحمة الله، سيأتيك الله بالأرزاق من حيث لا تدري،
سيغسل الله قلبك من الأحزان، ويغسل الله قلبك من المخاوف، وسوف تلقى البشارات في أهلك وأولادك وأحبابك، وتشفى من الأمراض والأسقام والعلل. يعطيك الله قوة على قوتك، مدد من عند الرحمن، ويعطيك الله تعالى سعادة وبهاء، وتشوف إن شاء الله المستقبل جميل وكله خير. لا تستمع إلى التقارير السياسية اللي كتقول بأن هناك ناقص خطر، غادي يوقع خطر وغادي يوقع مجاعة ويقع حروب ويقع غلاء وغيوقع، ما غيوقع إلا الخير، لأن الله معنا. نحن نثق في الله ونثق في الملائكة الموكلون من عند الله، لرب عز وجل جعلهم على الرحمة وعلى الوفرة وعلى العطاء وعلى المغفرة. أما البشر فإنهم ضعفاء، لا يضرون ولا ينفعون إلا أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قوة الإيمان واليقين، ويتقبل منا ومنكم الصيام. لن أطيل عليكم أيها الأحباب، سنفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.